مرحبا بك يا عزيزتي المتعلمة في حصة التربية البدنية والصحية للصف السادس المتوسط، لنشاهد معا مهارة الدرس الثالث من خلال هذا العرض التعليمي، متمنية لك مشاهدة ممتعة. السلام عليكم يا متعلمات، درسنا لهذا اليوم الجمباز بعنوان الحركات الأرضية، الدحرجة الخلفية، ميزان ركبة. والآن مع الإحماء. المشي على خطوط الملعب، وأثناء المشي يرجى المحافظة على استقامة الظهر والنظر للأمام. فرد الذراعين أماماً عالياً جانباً ثم لأسفل. دوران الذراعين للخلف ثم دوران الذراعين للأمام. الجري مع رفع الركبتين عالياً. الجري مع لمس القدمين لليدين خلفاً. الزحلقة بجانب الملعب مع تغيير الاتجاه. الحجل مع سند اليدين على الجذع. الجري حول خطوط الملعب. اللعب بالأدوات والأجهزة بشكل حر. التحرك للأمام باستخدام اليدين ودحرجة الأسطوانة بالجسم. الوث بالقدمين. الوث فوق سلم القفز. تبادل الوث بالقدمين على الصندوق المقسم. المروق. المشي مع حفظ الاتزان. والآن سنتعلم مهارة الدحرجة الخلفية من وضع جلوس قرفصاء الدحرجة نصفاً خلفاً حتى يلمس الرأس الأرض وتكون عائقاً يمنع الاستمرار. وضع الكفين بجانب الأذنين وتحت الكتفين وتكون الأصابع باتجاه الرأس والرجوع. تقوم المتعلمة بدفع الأرض باليدين لأعلى لعمل مسافة بين الأرض والجسم لمرور الرأس وتكملة الدوران للوصول للوضع الابتدائي. أداء الدحرجة الخلفية على مستوى مائل للعمل على تزايد السرعة ومعرفة الطرق السليمة لسير الحركة. أداء الدحرجة الخلفية مع السند، وتكون طريقة السند بوضع إحدى اليدين تحت الكتفين لدفع المتعلمة للأعلى والأخرى تحت الساقين للاحتفاظ بالتكور. أداء الدحرجة الخلفية على مستوى أفقي. والآن سنتعلم مهارة ميزان ركبة. من وضع الجثو الأفقي توضع الكفان على الأرض باتساع الكتفين وتشير الأصابع للأمام وتكون الذراعان ممدودتين بالكامل. يتجه النظر للأمام وللأعلى مع ثني الرقبة للخلف قليلا. رفع إحدى القدمين عن الأرض ومد الرجل للخلف لتصبح مستقيمة وفي مستوى أعلى قليلاً من مستوى الجسم مع مراعاة فرد المشطين.
ربط مهارة الدحرجة الخلفية بميزان الركبة. أداء جملة من الحركات الأرضية تشمل المهارات التي تعلمناها اليوم. والآن مع تمرينات الاسترخاء والتهدئة، من وضع الوقوف رفع الذراعين عاليا مع تنظيم عملية التنفس. سند اليدين على الجذع، دوران الرأس في الاتجاهين. من وضع الجلوس، ميل الجذع للأمام، الذراعين مفرودتين وملامسة للأرض والثبات. تكرار التمرين. ثني الرجل الخلف مع مسكها باليد، واليد الأخرى مستندة على الأرض. يكرر هذا التمرين للرجل الأخرى. من وضع جلوس تربيع، لف الجذع للجانب مع وضع الكفين خلفاً وملامسة للأرض. تكرار هذا التمرين في الاتجاه الآخر. وفي نهاية الحصة، أود أن أذكركم بالمهارات التي تعلمناها اليوم: الحركات الأرضية، الدحرجة الخلفية، ميزان ركبة. والآن مع سؤال درس اليوم، اذكري اسم الدحرجة التي تم تعلمها بالدرس. وصلنا إلى ختام درسنا اليوم، تمنياتي لك بالاستفادة، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.